مؤثرات حددوا الله سبحانه وتعالى في القرآن، يعني كنظن بأن متفقاش مع هذا الرأي، لأن القرآن حدد المساواة، حدد عطى الله سبحانه وتعالى عطى الحقوق للمرأة. هي الميريت بأن تاخذ البار ديالها، لأن عندها نفس المسؤولية وربما أكثر من الرجل، يعني سيرتو بالنسبة للتربية، بالنسبة لأشياء كثيرة. دونك أنا كنظن، يعني أنا متفق مع هذوك الناس اللي كيقولوا بأن هناك خص يكون دوك المساواة بين الرجل والمرأة. النصوص التشريعية اللي هي الوضعية كما كنقولوا أنه كتدخل في التشريعات الإسلامية، وأنا زعما الرأي ديالي الخاص انه يحتاج انه خصنا نلتزموا بالتعاليم الاسلاميه وما جاء في القران الكريم، لان كاين نصوص قطعيه في هذا الباب ما يمكنناش نخالفوها. تيجيني شويه ظلم، علاش الرجل تيورث اكثر من المراه؟ حيت حنا دابايا المراه تتخدم اكثر من الرجل، وبالنسبه للارث بالنسبه للوالدين مثلا، يعني ملي تتلقى مثلا الام مريضه ولا الراجل مريض، شنو اللي تتلقاه تيوقف في جنب الوالدين؟ تتلقى المراه اللي تتوقف في جنب الراجل، حيت دائما الراجل تيتبع الام الزوجه ديالو الابناء ديالو، مي المراه تتلقاها يعني شويه عندها شويه ديال القلب على الوالدين ديالها وكذا، ومع ذلك تيكون عندهم هما في الارث يعني واحد النسبه يعني اكثر منا حنايا. القران ماذا يقول؟ للرجل للذكر مثل حظ الانثيين، وكيفاش غادي يجي مسؤولين وغادي يعطيو يساويو ما بين الذكر والانثى؟ اذا هذا كيخرجوا على نص القران وكيخرجوا على امر الله، واش غادي نتسماو ذاك الساعه؟ ايوا حنا بحالنا بحال الكفار. الله تعالى وتبارك طبقهم فوق 7 سنوات للذكر مثل حظ الانثيين، ناهيك على العمل ديال الرجل والمراه في اللحظه الراهنه راهم متساويين، ولكن قديما الرجل هو اللي كان كيتكرفس باش يجيب لقمه العيش للزوجه والابناء.